مبروك لكم الاول الاهلي، لانه احنا بنبقى فخورين لما الاهلي يكسب بطولات زي دي، خاصه بعد غياب شويه، لان احنا عارفين بقى له 3 سنين ما كسبش البطوله. انا شايف المستوى زي ما انت شايف كده قوي، وان شاء الله ده استعداد للبطوله الافريقيه للانديه اللي بتبقى اقوى من الدوري الممتاز، لان بيبقى جاي فيها انديه من كل افريقيا، ونتمنى التوفيق لكل الناس ان شاء الله. الدوري ده بالذات كان له شويه تبعيات كده، ان هو كان 28 فريق، واحنا كنا اول ما استلمنا الاتحاد ما عرفناش نعمل فيه ننظمه ازاي، ولكن انا اعتقد النهارده في اخر يوم في الدوري بقول انه الحمد لله عدى بدون اي مشاكل، وان شاء الله الموسم الجاي هيبقى اقوى ان شاء الله في الناحيه الفنيه. احنا بقى نبتدي نستعد للمنتخبات، كل المراحل السنيه تبتدي تستعد، والمنتخب الاول كمان، لانه عندنا تصفيات الدوري العالمي، ودي غالبا هتبقى في اخر ابريل ان شاء الله او في اوائل مايو، وبعد كده نخش بقى على البحر الاستعداد، البحر الابيض وبطوله العالم، وعندنا منتخبات الشباب، وعندنا البطوله الافريقيه للشباب اللي هي الالعاب